السيد وزير العدل، وصلنا فين في التعديلات الخاصة أو مشروع خاص بقانون الأحوال الشخصية الجديد؟ فين هذه التعديلات؟ خلصت ولا لسه؟ هتدخل البرلمان في جلسات مع عودة البرلمان في أكتوبر ولا لأ؟ وصلنا فين؟ يعني خلينا أقول بقى سبق لسيادتك إن إحنا انتهينا تماما من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وأيضا قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ده الأول من نوعه في مصر، يعني ده هيبقى قانون تاريخي بالنسبة للإخوة المسيحيين. في لهم قانون لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين. انتهينا منه. أيضا احنا كنا عاملين يعني تنسيق بين احكام القانون ده والاحكام القانون ده، لان في بعض الاحكام المشتركه. فيبقى في بينها تنسيق، وبالتالي يبقى القانونين لما يطلعوا مع بعض ما يبقاش في اي تضارب او تعارض او غموض في الاحكام التي تطبق. خلصنا الاثنين. مسائل اجرائيه بحته، انها ان شاء الله نبعتها لمجلس النواب لما ينعقد ويبدأ يشوف القرار. القانون الأول الإخوة المسيحيين خدنا رأي مين؟ كل الطوائف المسيحية. عندنا 6 طوائف اشتركت وحطت آرائها وعملنا أحكام توافقية وأحكام تخص بعض الطوائف. فبالتالي مشروع القانون لبى الحمد لله، يعني بفضل التعاون برضو بين قداسة البابا والسادة القادة الدينيين الروحيين للطوائف المسيحية. كلهم كانوا متعاونين مع وزارة العدل بحيث ان احنا قدرنا في النهاية نطلع مخرج متفق عليه بين الجميع، يحل كل القضايا الخاصة بيهم، احوال شخصية، زواج، طلاق، علاقة، كل ده، كل شيء، نفقة، كل ده، كل شيء. كل شيء فيما يتعلق بقانون المسلمين او قانون الاحوال الشخصيه للاخر. طبعا عملنا قانون متطور. متطور بمعنى كلمه متطور. في احكام كان يعني نقدر نقول ايه، ملهاش اساس ديني صحيح او موجود بصفه ثابته، وبالتالي ده ادانا فرصه ان احنا نقدر نتحرك فيها. ففي حاجات يعني بصراحه متطورة جدا زي الرؤية. ما هو ما فيش حاجة، كان في مشكلة في الرؤية، كان في مشكلة طبعا، مسكن الزوجية عشان الحضانة، الولاية، نفق على المال، النفق، يعني في حاجات كتير، أحكام كان عندنا فرصة إن احنا نتحرك فيها. اللجنة اللي قايمة على مشروع القانون دي لجنة متخصصة، على رأسها قاضي جليل، ومعاه أعضاء على مستوى عالي ومتخصصين في قانون الأسرة، وبالتالي قدروا يحطوا لنا أحكام موضوعية متطورة وأيضا متفقة مع أصول الدين. قعدنا نشتغل عشان نوصل وانتهينا بعد قد إيه؟ إحنا لا قعدنا يعني حوالي 10 شهور. 10 شهور. سمعتوا لمين؟ خدتوا رأي مين؟ قعدتوا مع مين؟ فتحتوا المجال للناس ولا لا؟ حوار مجتمعي؟ لا، بحيث ان احنا عملنا قاعده عريضه من الاراء. انا هقول لسيادتك، اول حاجه اللجنه، منهجيه عمل اللجنه كانت بتشتغل ازاي؟ عملت مجموعه استشاريه لها، فيها استاذ طب نفسي، استاذ علم اجتماع، استاذ في الماليات، ايضا رجال دين. رجال دين محايدين، مش مالهمش يعني اراء من اللي هي اللي كانت بتبقى محل سواء هنا او هنا، محل خلاف مع راي او اخر. لا لا، محايدين. محايدين كويس. وايضا اللجنه هي نفسها متخصصه، لكن هذا لم يمنع، متخصصه في الاحوال الشخصيه، الاحوال الشخصيه كويس. لكن هذا لم يمنع انهم يلجأوا لخبراء الى أو العلم. العلم. العلم بيقول ايه في النقطه دي؟ طالما الدين ما فيش له كلمة صريحة ثابتة، يبقى بنشوف العلم بيقول ايه. طالما الدين ما فيش حاجة قطعية بالظبط، حاجة ثابتة ثبوتا قطعيا صريحة، بنشوف العلم قال كويس. سمعنا لهؤلاء. طبعا طبعا. مرحلة لاحقة هيبقى بقى في حوار مجتمعي حول هذه الأحكام. يعني الأول المتخصصين قعدوا وحطوا هذه الرؤية. عظيم. بعد كده هتطرح على
المجتمع بحيث انه يقول اراء، وارد جدا نعدل حاجه، وارد نشيل حاجه، وارد نضيف حاجه. نعم. لان زي ما بنقول احنا عايزين قانون تتوافق عليه الاغلبيه مش الكل، مش هنقدر نعمل حاجه الكل يرضى الكل، مش ممكن، مستحيل، مش ممكن. لكن على الاقل الاغلبيه الساحقه تكون متوافقه على الاحكام الموضوعيه اللي موجوده. اهم ملامحه اللي كان سياده الرئيس ادى توجيه خاص بصندوق رعايه الاسره، ومين اللي استفيد؟ عملناه ازاي؟ احنا عملنا قانون مستقل لهذا الصندوق. قانون عندنا ثلاث قوانين، قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين، قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين او الاسره للمسلمين والاسره للمسيحيين، وقانون الصندوق بيخدم على الاثنين، يخدم على المسلمين وعلى المسيحيين. حالات مثلا نفع، نعم، هيعملوا ايه؟ فالصندوق ما بيفرقش بين مسلم، يعني الصندوق ومسيح. ده تحول الى قانون كمان، بقى قانون. طلع بقانون، وفي احكام داعمه جدا للاسره، برضو هننتظر لما نطرحه للحوار المجتمعي والناس تقول رايها في ايه، المصادر التمويل بتاعته نزودها نقللها منين نضيف. لا ده من جهات كتيره، والمواطن مش لن يتحمل الا قليل القليل. مين هيستفيد منه؟ كل اسره فقدت مصدر الرزق لها، بمعنى ممكن يبقى في طلاق وممكن ما يبقاش في طلاق. نعم نعم. لكن مصدر الرزق بتاعها مش موجود. هذا الصندوق هيوفر لها مورد محترم. هل استحدثتوا في هذه التعديلات او هذه القوانين الحد من الطلاق؟ وماذا عن الطلاق في مصر؟ لا، ما فيش حاجه اسمها نحد من الطلاق او نمنع الطلاق. احنا بنحط احكام في ضوء ظروف المجتمع بتاعنا. تلاحظ سيادتك كان في فترة من الفترات قيل إن نسب الطلاق بتتجاوز 30%، يعني نعم، وده كان رقم مفزعة، صحيح، مقلق. فلما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببحث النقطة دي، أيوه، جبنا الإحصائيات. لا، سيادة الرئيس طلب إيه هنا؟ طلب ندقق الارقام دي ازاي، يعني هل ده صح ولا لا؟ 30% صح ولا لا؟ طب لو صح اسبابها ايه؟ نعمل ايه كده يعني؟ نعم. فلما جبنا الاحصائيات وشفناها، نعم، لقينا في خطا في اعمال التنسيب، النسبه بس. نسبة. يعني انا حدي مثلا لو في عام 2020 مثلا، اللي اتجوزوا 748,000 وكسور يعني، نعم، واللي اتطلقوا في 2020 166,000 وكسور. لو عملنا النسبة دي هيطلع الطلاق حوالي 23%. نعم. وهل معقول اللي اتجوزوا اتطلق 23%؟ كتير. لا، أمال إيه؟ الحقيقة؟ الحقيقة بقى لا، اللي اتطلقوا في ذات سنة الزواج، أيوة، 21,000 وشوية من ال 700 وشوية. يبقى النسبة كام؟ 2.8%. مش 23%. ده كان خطأ في التنسيب. نعم. لكن لو انا اللي اتطلقوا ال 166,000 اللي اتطلقوا دول تواريخهم ايه؟ ده كل مش كلهم اتجوزوا سنة 2020. نعم. ده 20 و19 و10. نعم. فبالتالي لو عايز تعمل تنسيب، نعم، صحيح، يبقى تجيب عدد سنوات الزواج امام عدد سنوات الطلاق. يعني انا بتكلم على سنة 2020 اكتر من 700,000 زواج، اللي اتطلقوا 2.8% من هذه النسبة في ذات السنة. في ذات السنة. في ذات السنة. نعم. من، نعم، زيجات ذات السنة. نعم. بالظبط. نعم. وليس نسبة 23. 23 على دي سنوات. ده كل اللي اتطلقوا عن سنوات سابقة. البيانات دي جبناها منين؟ أو إحصائيات جبناها منين؟ جبناها. مصادرنا إيه؟ اعتمدنا على إيه؟ النيابة العامة. أيوه. الرقابة الإدارية. نعم. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نعم. جمعنا كل الإحصائيات دي وعملنا النسب، طلع زي ما بقول لسيادتك كده. عظيم. فيما يتعلق بالطلاق الشفهي، هل انتهى في القانون الجديد؟ ما فيش حاجة اسمها طلاق شفهي؟ حطينا له ولا أحكام. ولا ضوابط إيه؟ حطينا له أحكام ودون الدخول في تفاصيل يعني. حطينا الأحكام طبعًا. أحكام. حطينا الأحكام بتاعته يعني. ماذا عن الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء؟ ماذا عن رأيهم في هذا الأمر؟ في امر ايه؟ الطلاق الشفهي. لا، كل الاحكام اللي وضعناها في مشروع القانون تمت الموافقه عليها. من الكل. من الكل. من الكل. نعم.
لا حد بتقول ليه ما نتكلمش في الطلاق الشفوي، مش عايزينه دلوقتي. لا مش عايز ادخل في تفاصيل، يعني نقول الطلاق الشفوي ايه، الطلاق الشفوي احكامه ايه، موجود متنظم في القانون، لكن كل الاحكام اللي وضعناها في مشروع القانون تمت الموافقه عليها من كل الجهات الدينيه المعتبره طبعا وعلى راسها الازهر الشريف. طيب حد دلوقتي حصل انفصال، حصل طلاق، في ولاد، الولاد دول بنراعيهم ازاي؟ بقى عايز رؤيه، عايز نفقه، عايز اودي مدارس، راعيته هذا الامر ازاي؟ لو انا مسافر بره اقدر اشوف ولادي ولا ما اقدرش؟ طيب زوج في تحديد ل يشوفهم ما راحش، هل اعاقب؟ طب زوجه منعت، كل ده راعيته ازاي؟ احنا على ضوء الاحصائيات والقضايا عدنا نشوف ويتحلل ايه الحاجه اللي اكثر شيوعا والاقل شيوعا عشان نحط الاحكام وفقا للجاذبيه العظمى من السلوكيات اللي بتتم. نعم. فاتحط معالجه موضوعيه علميه لكل اللي سيادتك بتقول عليه، الرؤيه، الاستضافه، طب النفقه، وسرعه اجراءاتها، سلطات القاضي، يقدر يمنع من السفر، يقدر يتحرى او يطلب تحريات سريعه عن الدخل. في امور كتيره المشروع القانون نظمها، ونظمها باحكام وبرضه بصوره متطوره، ودون ان احنا نيجي على طرف على حساب. لا 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 طبعا، ما لناش مصلحه، ما فيش مصلحه. الزوج ده اخويا واخوك، الام دي اختي واختك، هنيجي لمصلحه طرف على طرف ليه يعني؟ لا عملتوا توازن. توازن طبعا. اكتر حاجه لقيته ايه؟ الاكثر شيوعا ايه؟ طبعا لا شك الحاجات اللي بتضايق وكده، سواء من ناحيه مثلا الزوج النفقه، ومن ناحيه الزوجه الرؤيه. يعني بيبقى في كده مناوشات يعني. لكن حطينا احكام بحيث تحد كثيرا من مثل هذه الامور. في البعض بيلجاوا انهم يخفوا دخلهم، هل عالجنا ده؟ وبالتالي عشان ما يدفعش فلوس، عايز ادخل مدرسه كويسه اقول لا انا دخلي عالجتوها. كله متعالج باحكام موضوعيه، عايز اقول ايه، صريحه وقاطعه لا تحتمل تاويل. ازمه الحضانه كمان، كل شيء يا فندم. حتى الحضانه على اسس علميه، يعني الطب قال ايه، علماء الاجتماع قالوا ايه، اتحطت على هذا الاساس يعني. طيب ماذا عن القضايا الخاصه بقضايا الاسره، محاكم الاسره؟ انه في دايما كان يتقال لك القضايا دي بتاخد سنوات طويله للغايه، هل النهارده بدأ في تسريع في هذه القضايا ولا لا؟ طبعا سيادتك عارف كان اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بموضوع الاسره وقضايا الاسره والانجاز، وده فعلا عملنا فيه انجاز، والساده القضاه فرصه اشكرهم على الانجاز اللي حققوه في دعاوى الاسره بصفه خاصه وفي الدعاوى بصفه عامه. الدعاوى اللي اقيمت عام 2020 وما قبله يعني 19 18 المتبقي منها في المحاكم الابتدائيه على مستوى الجمهوريه اربع قضايا فقط. على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه. ده من ايه؟ اربع قضايا ولا 4000؟ لا اربع قضايا فقط. اربع قضايا اللي مقيده من عام 20 وما قبل. القضاء بينظرهم فقط. الباقي اربع قضايا. الباقي خلص؟ حكم فيه. حكم فيه. طب في الاستئناف؟ لا قبل ما اروح للاستئناف معلش.